السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكل متابعين قناة أسرار النبات والبيئة أكتف وومن. شكرا لكل من انضم لأسرة القناة مجددا. في فيديو اليوم هنستعرض مزروعات شهر 7 و8 و9 و10، وتمتد الزراعة إلى شهر 11. حابة أقول حاجة صغيرة هتريحنا جميعا كمهتمين بزراعة الأسطح والزراعة المنزلية عامة، اننا ممكن نزرع اي نبات بالمنزل، شرط ان احنا نوفر له المناخ المناسب له من تربة ودرجة حرارة ورطوبة. يعني ممكن ازرع المزروعات الشتوية بالصيف، لكن لازم اوفر لها نسبة من البرودة عشان تنجح الزراعة. وكمان ممكن ازرع المزروعات الصيفية في الشتاء، لكن بتكون داخل المنزل ولازم اوفر لها جزء من الدفء المناسب لها. العملية دي بنسميها عملية الشتل، بنشتل النباتات او البذور، ولما بيحين وقت زراعتها بنخرجها للخارج في درجة الحرارة المناسبة لكل نبات. العملية دي نسبة نجاحها ما تتعداش 60%، عشان كده لضمان زراعة ناجحة 100% بنحاول نلتزم بالمواعيد المناسبة لكل نبات. لكن طبعا لا ضرر من ان احنا نحاول، لو متوفر عندنا البذور وعايزين نزرعها هنعمل عملية الشتل، لكن نوفر لها الاجواء المناسبة زي ما قلت قبل كده. ايضا هناك انواع تزرع صيفا وشتاء باروتين، مثل الطماطم، الفلفل، الفاصوليا، اللوبيا، الكنتالوب. هنستعرض مع بعض مزروعات شهر 7 و8 و9، وهتكون الفلفل، الطماطم، الفراولة، المانجا، الكنتالوب، البطيخ او الرجي، القرع العسلي، الحرنكش، كمون، لفت، فاصوليا، لوبيا. والفاصوليا واللوبيا بتزرع في عروتين. البصل من البذور، الخيار، قرع الكوسة، السلق، الملوخية. والملوخية بتزرع من شهر 3 لشهر 10 ما عدا الأشهر الباردة، لأنها لا تتحمل انخفاض درجات الحرارة. الخرشوف، الخس، السبانخ، القرنبيط أو الزهرة، الكرات المصري، الجزر، الذرة. في مزروعات بتبدأ من شهر 9 وتمتد لشهر 11، زي الجهنمية، البسلة، الفول الأخضر، الثوم، الحمص، العدس، الكرنب بأنواعه، القمح، الترمس، المورينجا بتزرع من شهر 10 شهر 11، حبة البركة أو الحبة السوداء، البطاطس الخريفي، الحلبة، الجرجير والبقدونس والشبت والفجل والكسبرة. ممكن ازرعهم طول السنة، لكن افضل انتاج ممكن احصل عليه هو ابتداء من شهر 10 شهر 11. الميليسيا او عشبة النحل تزرع شهر 10 و11، البتونيا 9 و10، المريمية تزرع بنهاية الصيف، الابصال الشتوية بتزرع ابتداء من شهر 9 لشهر 12، واذا كانت درجات الحرارة ما زالت مرتفعة تؤخر الزراعة الى بداية شهر 10، زي التوليب، جراديولاس، السوسن، النرجس. وتزرع الورود زي الكرنفل، الياسمين، الورد البلدي، الصبار بداية الخريف. والى هنا ينتهي فيديو اليوم، ارجو ان يكون قدم ولو افادة. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوني بدعوة كريمة مثلكم. اترككم في رعاية الله وامنه، الى اللقاء في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله.